السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج جيل يشرف. النهاردة معانا الضيوف مواهب شابة، مي علي أهلا بك يا مي، أهلا بحضرتك. مريم أحمد أهلا بك يا مريم. أهلا بحضرتك. ورنا محمد، ازيك يا رنا؟ أهلا بحضرتك. الحمد لله. أعزائي المشاهدين، احنا في برنامجنا جيل يشرف هنقدم مواهب شابة عشان نثبت للعالم كله وللناس كلها إن مصر فيها جيل صاعد جميل، جيل فعلا هيشرفنا كلنا، هنبقى فخورين بيه. ده مثال حي للناس الجميله اللي قدامنا ديت، قدروا ان هم يعملوا حاجات في سن صغير جدا بسم الله ما شاء الله عليهم. هنسمع منهم ونعرف تجاربهم ايه عشان نعرف الناس كلها ان مصر فيها جيل يشرف، مش فيها جيل بايظ وسيس زي ما احنا بنسمع كتير جدا من الناس اللي بتقول. احنا دورنا ان احنا نشجعهم، هم فيهم الخير، دورنا ان احنا نشجعهم ونوجههم عشان يبينوا قدراتهم ومواهبهم كلها. ازيك يا مي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كلمينا بقى عن ايه موهبتك وبدات فيها ازاي؟ انا بكتب شعر بقالي 6 سنين، والاول كنت بكتب وارمي، اللي هو انا مش مهتمه. بتكتبي وتروي؟ تقلمي وترمي. بتكتبي وترمي، مش مهتمه ليه بقى؟ ما كانش حد بينمي موهبتك او بيشجعك عليها؟ ودلوقتي في فتره كده في اولى ثانوي صحابي شجعوني كده وقالوا لي انت ممكن تبداي تكتبي كتاب وكده، وان ممكن تنمي موهبتك واكتبي ونزلي، ولغايه ما حضرتك جبت يلا ما نبدا نكتب كتاب وكده، وشجعتني وكنت مغيان. برافو عليك. طب انا احب اشوف الكتاب بتاعك كده، ارجوك بابا اسمعني. طب هي فكره الكتاب جات لك ازاي؟ مع حضرتك انا كنت الاول كنت بفكر ان انا اعمل كتاب وكده، بس تمام. ما كنتش اللي هو انا لا مش وقته وكلام. بتسويفي وتأجلي باستمرار. بس في حاجات جدا قلت لي في مره تعامل الف كتاب انا شجعتك ان انت تكتبي وان انت تبداي ان انت تطلعي اللي جواكي، وبدات ان انا اكتبه طبعا. طب فكره الكتاب بقى نفسها، احب ان انا اعرف اعزائي المشاهدين بفكره الكتاب جات لك منين؟ يعني ارجوك بابا اسمعني، ايه هو محتوى الكتاب او الفكره جات لك منين؟ عن مشاكل الاهل، ان في كتير مشاكل، انا كمان في مشاكل كده، وازاي مشاكل الاهل بتاثر علينا وبتاثر على الاهل وبتاثر على ابنائهم وكده، فده بيأثر كمان علينا احنا. تمام. وكمان بيعمل لنا ضغط نفسي، واللي هو ازاي الاهل يربوا اولادهم تربيه صحيحه وان هم ما يسببهمش لهم ضغط وكده. شكرا لك يا مريم. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. طب كلميني برضو عن موهبتك، وكانت مدفونه ليه، وكانت بدات معاكي من امتى، وفكره الكتاب بتاعك. الكتاب بتاعك طبعا كتاب رائع، يتعافى المرء باصدقائه. تمام. عنوان ملفت، عنوان قوي. انت لما عرضتي فكره الكتاب معايا وبدات ان انا اشجعك عليها، بصراحه انا حبيت الفكره نفسها. تمام. فانا عايز برضو المشاهدين يعرفوا معانا انت الفكره بدات معاكي ازاي، او تطورتي موهبتك دي ازاي. انا يعني بحب الكتابه عموما، يعني بحبها جدا، بحب ان انا اكتب خواطر، اكتب قصص، بحب ان انا يعني كل حاجه حاساها او شايفه ان هي تستحق الكتابه بحب اكتبها جدا. صحابي كانوا دايما يشجعوني على ده، يعني دايما رنا كانت تشجعني، دايما كانت دايما كنت بقول لازما يعني عندي فكرة ان انا اعمل كتاب، عايزة اعمل كتاب، نفسي اعمل كتاب. الحكاية جت ان الاسم، حسيت ان الموضوع اصلا في حياتي، حسيت ان انا في واقع حياتي، اكتب كتاب من واقع حياتي. ازاي نعرف الصداقة، ازاي نعرف اللي في سننا واللي مش في سننا الصداقة بمعناها بمفهومها. كله عارف جملة يتعافى المرء باصدقائه في السوشيال ميديا، وكله بنسمعها كتير كل يوم، يتعافى المرء باصدقائه. تمام. بس مش بنصونها ولا بنعرفها ولا بنعرف معناها الحقيقي. بالظبط، حضرتك عندك حق فعلا، مفيش حد يعرف بالظبط المعنى الحقيقي يتعافى المرء باصدقائه. يتعافى المرء باصدقائه ليها معنى كبير جدا، يعني مفهوم كله يعني بيتكلم بشكل عام عن الصداقة. نتكلم ازاي ان نعرف علاقات صحيحة، نتكلم عن العلاقات تماما. جيت في مرة قبل كده كنت بحضر محاضرة مع حضرتك بتكلم عن العلاقات، من هنا عرفت ان فعلا العلاقات مهمة واساسية جدا في حياتنا. انا بجد بحييكي جدا يا مريم والله. والله مريم بجد. احمد يا جماعة مثال فعلا مشرف، مثال مشرف بجد، كتاب قوي. الكتاب بتاعك انا لما عرضته على لجنة القراء في كتير جدا من دور الكتب عشان نبدأ ان احنا نشوف طريقة نشره وكده،
لجنة القراء مفيش حد فيهم لما أجمع على إن الكتاب ده قوي، كتاب فعال، كتاب فعلا حقيقي هيفيد الناس، كتاب مكتوب بطريقة سلسة وطريقة متسلسلة وجميلة ورائعة. مريم بجد أنا بحييكي، بس خلينا أسألك سؤال كمان. تمام. مين اللي كان يشجعك دايما مثلا من البيت أو من الأهل أو من الأقارب على إن أنت تكملي؟ ماما كانت دايما معايا الصراحة، دايما تقول لي استمري اكتبي ان شاء الله هتبقي حاجة تمام، حاجة كويسة. دايما تقول انا فخورة بيكي. انا فخور بيكي يا مريم، انا فخور بيكي. ربنا يخليك مريم. يعني انا بجد لو مامتها بتساعدها بالشكل ده فانا يعني بقدم لها كل الشكر والاعتزاز، مامة مريم. اتمنى كل الامهات في كل البيوت تشجع ولادها وتكون جنبهم دايما عشان يطلعوا موهبهم الجميلة ديت ونفتخر بيهم كلنا. شكرا لك يا مريم. شكرا لحضرتك. ازيك يا رنا؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. تابعتك من فتره وعرفت ان انت كنت بتحبي تتكلمي في موضوع العنايه بالبشره، عملت جروب واتساب سمع جدا مزبوط. وناس كتير جدا كانت بتتكلم عليه، وبدات ان انت كمان بتعملي لقاءات على السوشيال ميديا بتتكلمي في العنايه بالبشره. سنك صغير يعني 16 سنه بدات تتكلمي في الموضوع دوت، على يعني موهبه، انت موهبه وبتحاولي تنميها. فكلميني موهبتك دي بدأت ازاي ومشيتي فيها ازاي ومين شجعك على ده؟ انا من 3 سنين بالظبط اهتميت قوي بالمجال ده وحبيته، لقيت نفسي ان انا حبيته بس. فسمعت كتير من خبراء تجميل ودكاترة برضو، بحب اسمع من دول اكتر علشان دول هو الكلام بتاعهم موثوق فيهم جدا. فلما بتكلم يعني باخد الكلام منهم واتكلم بقى مع اصدقائي اقاربي كل ده بلاقي ان انا بفيدهم، حسيت ان انا في التوم بجد. فلما لقيت ان انا في التوم قلت ليه يعني ما اعملش جروب وافيد الناس اكتر واعرفهم انا بتكلم عن ايه واساعدهم. يعني انا مش بس بديهم مواصفات، لا انا بساعدهم ازاي يحددوا نوع بشرتهم ستيب باي ستيب، يعني بالظبط واحده واحده، علشان لما بقول لهم وصفه او بجمع حاجات كتير بيتوهوا. فلازم ستيب باي ستيب الاول علشان يبقوا معايا على الخط. يعني دي صفه جميله فيكي، برغم ان انت 16 سنه في خبراء بقى تجميل بجد وخبراء دارسين، وممكن يجي يقول لك مثلا المعلومه وانت بقى لو جدع بقى انت عاملها، لكن كويس جدا ان انت بتحاولي ان انت تحطي المعلومه وكمان طرق تنفيذها وتبداي ان انت تتابعيهم، ده شيء جميل جدا. يعني انت في الاول تجربتك كانت عباره عن هي بيرسونال، حاجه شخصيه، بدات ان انت تسمعي كتير وتبداي ان انت تطبقي ده على نفسك. فبعد كده اتكلمتي مع اصحابك لما بدات ان انت تحسي ان في قبول بالنسبه لك، وان بدات انشر الموضوع واعرفهم انا بتكلم وسط الاقارب والاصدقاء. بعد كده بدات تعملي موضوع الجروب ده بقى. ايوه وسمع جدا لدرجه ان هو وصل لنا وبدانا ان احنا عايزين نتكلم معاكي. ممتاز جدا. طب لو احنا عايزين نستفيد بقى من خبرتك دي، طب ايه الفرق بين مثلا البشره الجافه والبشره الدهنيه، وهل في طرق العنايه بتاعتهم تختلف؟ يعني هل دي غير دي؟ طبعا بتختلف. البشره الدهنيه بتكون دايما اويلي، يعني اول ما المفروض ما بنصحى من النوم اويلي يعني زي تيه، يعني بتبقى مدهننا. بالظبط بالظبط بتكون اويلي كده. والبشره الجافه دايما عند بعض الناس في منطقه النوز بيكون في نسبه قشف بسيطه، ونفس الكلام عند فوق الحاجب، خشونه في الجلد يعني. بالظبط وبيحصل قشف كده بسيط عند بعض الناس، مش كل الناس، لان كل بشره برضو بتختلف. يعني حتى البشره الجافه مختلفه من فرد الاخر. مظبوط. بس طب طرق العنايه، يعني انا ازاي مثلا هعتني بدي وعنايتي مختلفه عن دي ازاي؟ في منتجات للبشره الدهنيه وفي منتجات للبشره الجافه، ما ينفعش ان انا عكس، ما ينفعش ان انا اختار منتجات البشره الجافه هي منتجات البشره الدهنيه. لو يعني عملت العكس اخترت غلط من الاخر، كل حاجه بتبوظ في الاخر. يعني انا مثلا بشرتي دهنيه، جبت منتجات للبشره الجافه، فهي كده مش بتساعدني اتخلص من الدهون، ما بتساعدنيش، هي بتزود الدهون اكتر، لان منتجات البشره الجافه فيها نسب زيوت عاليه. تحيه ليكي كبيره بجد، يعني انا فخور بيكي جدا، فخور بيكوا كلكم بجد. يعني ما شاء الله عليكي، سنك صغير قدرتي ان انت تطلعي تقري تتابعي عشان تقدري ان انت تطلعي معلومه تكون كويسه تخدمي بيها اصحابك وزمايلك، فانا بتنبأ لك طبعا بمستقبل رائع يعني. ربنا يخليك. نرجع تاني بقى لمي. طيب كلميني اكتر بقى عن فكره الكتاب جوه، يعني انا افتح الكتاب ده هلاقي ايه؟ يتقرب من ابنه، يعلمه ازاي القراءة، يعلمه دينه، ازاي يعلمه دينه صح يعني كويس، ويقربه منه، يخليه يعني يراقبه، يخليه قريب منه من غير ما يعمله كمان ضغط وكده.
وازاي يحلوا الاهل الاب والام يحلوا مشاكلهم من غير ما يسببوا ضغط لابنه. انا كنت قرات جزء في الكتاب رائع جدا من ضمن الاجزاء بتاعته يعني. عنوانه انت فاشل. فكلميني انت فاشل يعني انا مش فاشل. يعني ازاي انا فاشل؟ الاهل على طول بيقولوا لابنائهم انت فاشل، انت مش عارف، انت مش بتفهم. تمام. الكلام ده، فالكلمه ذات نفسها مش بتسبب ليها ضغط. طب ليه ما يشجعوش، يخليه معاه، يقول له انت اشطر، انت ممكن تعمل اللي احسن من كده، انت يعني يبقى معاه خطوه خطوه. ليه يعمل نفسه ان هو فاشل؟ فالطفل وهو في سن صغير ان هو بيكتشف ان هو فاشل، خلاص ان هو خلاص بقى فاشل، ما بيحاولش، مش بيحاول ان هو يصلح من نفسه. لا، بس الاهل لازم ان يصلحوا من نفسه، ما يجيبلوش الكلام السلبي ان هو بيأثر عليه، بسبب انهيار عصبي، بسبب ليه ضغط نفسي، بسبب ليه اكتئاب، وبسبب ليه الانعزال، يعني بيحب ينعزل، بيحس ان هو فاشل، ان هو غير الناس. فعلا تعقيبك على كلامك، تعقيبا على كلامك، فعلا في حاجه حتى في علم النفس احنا بنسميها النبوءه ذاتيه التحقيق. النبوءه ذاتيه التحقيق دي معناها ان الاب او الام او المدرس او ايا كان بيجي للشخص ده مثلا، بيبدا يقول له معلومه، يبدا الشخص يصدقها عن نفسه، فيبدا يحقق النبوءه اللي كان الشخص ده بيتنبأ له بيها. بمعنى يعني مثلا الاب بيقول لابنه انت فاشل، فهنا بتيجي الفكره، هو بيرمي له الايه؟ بيرمي له فكره، انت فاشل انت فاشل انت فاشل باستمرار. بعد كده بنبدا يجي بقى الدليل، الدليل ده ان هو بالصدفه مثلا يروح المدرسه، يبدا يجي بيحل مساله صعبه شويه او ايا كانت المساله، فيفشل فعلا، فيبدا عقله الباطن يقول له ايه؟ انت فعلا فاشل، بابا ما بيكذبش عليك، انت فعلا راجل فاشل. فتبدا الرقم ثلاثه بقى اللي هي ايه؟ يمارس الفشل. يبقى هي الفكره ثم الدليل ثم ممارسه النبوءه اللي انت كنت بتتنبأ له بيها. فانت لو حابب ان ابنك ده يكون ناجح قول له انت ناجح، لكن انت بتقول له انت فاشل وبعد كده في الاخر يفشل، بتستغرب ليه؟ يعني انت كأب او كأم لما احنا بنبدا دايما ان احنا نهاجم ولادنا ونقول لهم انت فاشل انت فاشل، انت مش نافع، انت ما تستاهلش، انت مش ما تستاهلش تفرح، ما تستاهلش تبقى مبسوط، انت اصلا ما تستاهلش كل النجاح اللي انت فيه. طب امال مين اللي يستاهل؟ طب انت بتقول لي دوت وابدا ان انا افشل بالفعل، انت بتستغرب ليه بقى بعد كده؟ دي حاجه انت كنت متنبئ لي بيها، وانا الحمد لله حققت لك اللي كان نفسك فيه وطلعت فاشل. طب انت زعلان ليه؟ فلو انت فعلا زعلان يبقى خلاص تنبأ لي بالنجاح عشان انجح، وبالتالي انت تبقى مبسوط. صح كده يا مي؟ طيب نرجع تاني في مقال تاني برضو كان داخل الكتاب كان عجبني جدا، كنا بنتكلم فيه عن انا كبرت. فكلميني برضو عنه ازاي؟ انا كبرت يعني اللي هو يسيب لي الحريه، مش الحريه اللي هو يعني مش اللي هو ضغط عليا ان انا اختار صحابي، ان انا استقلاليه اللي انا لا انت تدخلي علمي تدخلي ادبي، اللي هو خلاص دي ده مستقبلي انا، انا اللي اختار لنفسي، مش اللي مسببليش ليه ضغط اللي هو لا انت تعملي كده يعني هتعملي كذا. هو ده غلط، ان هو ده كمان هيأثر عليا، كمان انا ممكن اعمل عكس كده. يعني انت تقصدي ان احنا محتاجين من الاب والام ان احنا نبدا ان احنا نسمع بعض. صح كده، هو كمان والاثنين، وان احنا نفهم بعض. تمام. وكمان الكلام معاهم بهدوء مش بزعيق وكده، ان انا خلاص في قبول، في احترام، في تفاهم، واللي احنا وفي تفاهم ما بيننا احنا الاثنين. تمام. طيب الكتاب بتاعك ده موجه للاب والام. ده اللي انا اقدر افهمه، يعني ده موجه لبابا وماما. وازاي يعني يربوا ولادهم تربيه صحيحه. كتابك فعلا قيم. انا لما قرات فيه الاجزاء البسيطه ديت بجد انا حسيت ان انا بستفيد. انا كنت معاكم طبعا في الرحله بتاعتكم، وعارف ان انا كنت بدعمكم، بس في الاول وفي الاخر ده مجهودك وده مجهودك برضه يا مريم، فانتوا اديتوا صح، عملتوا مجهود رائع، انا بحييكم عليه وبجد يعني فخور بيكم لحد السنه الجايه. انتوا فعلا جيلي يشرف. انت 16 سنه صح؟ 18 داخله في ال 17 سنه، والفت كتاب بسم الله ما شاء الله زي دوت، وبدا يسمع وهو لسه ما نزلش، يعني هو لسه ما نزلش المكتبات، بس مجرد ان هو تم نشره احنا بدانا ان احنا نسمع عنه، بدانا ان احنا نبقى عايزين نشتريه. طب انت مش عايزه تنزليه ليه؟ ما احنا عايزين نشتريه بقى. لا ان شاء الله هينزل قريب باذن الله. بإذن تمام. ازيك يا مريم؟ كان في مقال فعلا برضو لفت نظري داخل الكتاب انت كنت كاتباه، بيتكلم عن صفات الصديق. تمام. او الصديق الحقيقي. طب ده معناه ان في فرق ما بين الصديق الحقيقي والصديق المزيف. طبعا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ وبعد كده نيجي للصفات بتاعه الصديق الحقيقي. ايه الفرق؟ ان طبعا الصديق الحقيقي بيكون حاجه تانية غير الصديق المزيف او الصديق الغير حقيقي. طبعا الصديق الحقيقي
بيكون معاك في كل حاجة، بيدعمك، بيكون قريب ليك أكتر من التاني، بيفهمك، بيسمع معاك، بيسمع لك، بيشجعك على الخير كمان، المزيف ده بقى صديق المصلحة، بالظبط زي ما احنا بنسمع في المهرجانات دلوقتي كلها، حتى بتاعت المصلحة الولاد دي. الصغيرين، كل المهرجانات دلوقتي بتتكلم عن الصاحب الخاين، الصاحب اللي باع، الصاحب اللي مش بالظبط. عارف عمل ايه، الصاحب اللي قلب التوك توك باصحابه كده يعني. ايوه كلها دلوقتي بقت المشكلة حتى بين الصحاب نفسهم في سنكم، المراهقين كلهم بقوا يتكلموا عن النقطة دي، واحنا لسه ما اتكلمناش. يعني هم بيتكلموا عن حاجة بيعانوا منها، ويحس ان ما اتكلمناش معاهم عشان نعرفهم ايه الصح وايه الغلط، مع ان ده دورنا احنا، دور الاب والام والمربي والمدرس ودور المجتمع ككل، صح كده؟ اكيد. تمام. طيب قولي لي انت برضو يعني الصفات بقى بتاعت الصديق الحقيقي، انا عايز اعرفه، اعرف ان ده الوفاء، حقيقي ولا مزيف. الوفاء، الانصات الجيد، الثواني، اللهم صل على ثواني، عايز السلام. احنا نقولهم تاني كده مع بعض، احنا تمام. قلنا الوفاء الانصات الانصات الجيد، الجيد، التشجيع على الخير، تمام ممتاز. قوليهم بالترتيب كده. الانصات الجيد، قلنا الانصات، الوفاء، الوفاء، الانصات الجيد، التشجيع على الخير، تمام، الصدق، الصدق، الأمانة، ممتاز. تاني، طيب الصدق ازاي؟ يكون صادق معاك في كل حاجة، في مشاعره، حتى في مشاعره يكون صادق معاه، يعني معانا فيها. ممتاز ممتاز جدا. يكون صادق في كلامه معانا، يكون فعلا بيحبنا بصدق، كل حاجة بتكون على أساس الصدق، يعني لازم يكون صادق معانا في كل حاجة، يكون يعني حقيقي معانا، ما يكونش كذاب، ما يكونش مخادع. لو كان في بس صفة من صفة الصداقة المزيفة أو حاجة، طبعا هتكون يعني علاقة غير سليمة، ومش هتكون حقيقية، مش هتنفعنا، هتأذينا. يعني الصداقة يعني تقدر تعالجنا، وتقدر كمان ان هي تأذينا، تقدر ان هي تجيب لنا امراض، تقدر ان هي تعالجنا من الامراض. هي يعتبر كل حاجة، يعني صح. هي معانا في كل حاجة، في علاقاتنا معانا، يعني اللي هي انت ليك صديق، لما يكون ليك صديق حقيقي انت كده يعني تعافيت من كذا حاجة. صح، زي اللي بيبوظ الناس علاقة فاللي اكيد هيصلحهم برضو علاقة. اكيد طبعا، صح كده. وتعقيبا على كلامك، فعلا هي العلاقات في المجتمع او العلاقات في حياة الانسان هي اساس الحياة، بمعنى اساس الحياة نفسها. زي ما انا قلت في الحلقة اللي فاتت ان كان عندنا تجربة اتعملت او دراسة اتعملت في جامعة هارفارد بتقول ان الناس اللي في حياتهم علاقات طيبة وعلاقات كويسة هم الأطول عمرا، الأكثر سعادة، الأكثر نجاحا، والناس اللي علاقاتهم مش كويسة دول للأسف بيبقى عمرهم قصير، مصابين بالأمراض دايما، الضغط والسكر والمشاكل دي كلها، وكمان مش كده وبس، ده في الغالب ما بيبقوش ناجحين في حياتهم. فإذا احنا يعني مقياس مهم جدا من مقياس نجاحنا علاقاتنا الطيبة، لو أنا عندي دايرة علاقات طيبة وواسعة وعلاقات صالحة فعلا أكيد هبقى أنا ناجح. وبرضه نضيف حته مهمه جدا للمشاهدين عشان نبدا ان احنا نتعلم كلنا، سواء احنا صغيرين او كبار، مراهقين او شباب او حتى لو بالغين، العلاقه بتاعتنا هنقول لكم اسس العلاقه ديت واركانها وازاي نبنيها، بس بعد الفاصل استنونا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نتكلم عن العلاقات واركان العلاقات. اهم حاجه في العلاقه عشان تكون العلاقه ناجحه وتكون العلاقه فعلا قويه لازم يكون فيها حب، احترام، ثقه، تفاهم، واخر واحده المشاركه، والمشاركه تكون فعاله ومتبادله. الخمس حاجات دول لو في حاجه واحده فيهم مش موجوده العلاقه بتاعتك فاشله، العلاقه بتاعتك لازم تنهيها تماما. نرجع لرنا. طيب انت بعد الموهبه الجميله ديت، وخاصه ما بعد الحلقه دي وبعد ما ناس كتير شافتك وعرفوا اكتر عن موهبتك، ايه الخطوه اللي جايه اللي هتحبي ان انت تقدميها؟ برضو هفضل افيد الناس اكتر، حابه ان انا اعرف ناس كتير برضو المجال اللي انا بتكلم فيه، كل الناس يعني، اتوسع تمام اكتر على الميديا، انستجرام، فيسبوك، ناوي اعمل بيدج جديده، بيدج نيو على الفيسبوك، وحابه اعمل قناه باذن الله على اليوتيوب. بالتوفيق ليك يا رنا ان شاء الله. ايه الخطوه اللي جايه يا امري؟ بس انت برضو لو انزل بيها ممتاز فيديوهات جدا. بصوتي انا بدات ان انا اعمل كده اصلا، ممتاز، بس لسه هعمل بيج على الفيسبوك وهنزل بيها بصوتي قريب باذن الله. الخطوه اللي جايه يا مريم؟ انا
بإذن الله بدأت أكتب كتاب هيكون أقوى وأقوى بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. هيكون قوي وهيفيد الناس بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. أنا بحييكم جدا يا جماعة وفخور فيكم بجد، يعني أنا فخور بيكم بشكل ما تتخيلوهوش، وكل المشاهدين اللي شافونا النهاردة أكيد فخورين بيكم، فخورين بنجاحكم، فخورين بموهبتكم الشابة الجميلة. وتقديرا من البرنامج بتاعنا وقناة الصحة والجمال، احنا بنقدم لكم شهادات التقدير ديت على موهبتكم الجميلة عشان ندعمكم ونشجعكم كمان. اتفضلي يا مي، اتفضلي يا مريم، اتفضلي يا رنا. شكرا. سعداء بيكم جدا يا جماعة. سعيد جدا ان انا معاكم في البرنامج جيلي يشرف، واتمنى ان انتم تتابعونا دايما في الحلقات اللي جايه. برنامجنا باذن الله كل يوم سبت الساعه 11:30 مع مواهب جديده شابه جميله زي المواهب اللي معانا، عشان نثبت للعالم كله ان مصر فيها جيل يشرف، جيل بجد واعد، ونبدا ان احنا نطور من نفسنا. في الاول انا بتغير، بعد كده المجتمع اللي انا فيه اكيد هيتغير، وبالتالي احنا هنأثر في العالم كله، وهنكون احنا قوة التغيير اللي ما حدش يقدر يقهرها ولا يقدر ان هو يتحداها او يقف قصادها. سعيد جدا بيكم، دمتم اصحاء وسعداء.